يحاول أن يتقدم إلى الأمام الآن ويبحث عن تسجيل هدف بعد ويتوج سيطرته على الكرة لحد الآن. كرة في وسط الملعب منقولة على جهة اليسرى الآن وفرصة للمرور والتقدم إلى الأمام وخطيرة في المباراة. وليد عبد الله أبعد الكرة في المرة الأولى لكن بعد ذلك كازورلا موجود في المكان المناسب يسدد كرة مباشرة على المرمى وهدف أول للمنتخب الأسباني مع الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول. إسبانيا تتقدم، إسبانيا تتقدم بهدف كازورلا، هدف جميل جدا بعد المرمى فيكتور فالديز وذهبت إلى خارج أرضية ملعب لاعب نادي الشباب في السعودية، لاعب صاحب 28 سنة، لاعب اللي عنده 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده. وكرة لبيدرو، بيدرو بالجول بالجول، هدف ثاني لإسبانيا. بيدرو يسجل الثاني للمنتخب الإسباني بعد كرة انطلق فيها بيدرو، تمريرة كانت ذهبية في ظل تقدم لاعبي السعودية، وبالتالي الهدف الثاني لإسبانيا. اثنين إسبانيا، لاحظ الثغرة اللي كانت في الخلف، وبالتالي هدف لمارز خلف الكرة، اللاعب اللي يجيد تنفيذ الكرات الثابتة وخطأ في مكان خطير، ربما يستغل تشافي ويسجل الهدف الثالث للمنتخب الإسباني إلى داخل الجول. هدف ثالث لإسبانيا، هدف ثالث لإسبانيا، الكرة دخلت المرمى وعادت من جديد، وبالتالي حكم المباراة يشير إلى هدف إسباني ثالث. تشافي هرنانديز مع دخوله ومع اللمسة الأولى له يسجل الهدف الثالث لإسبانيا. لاحظ، واضحة واضحة، الهدف الثالث لمصرعة المنتخب الإسباني. الكرة ارتطمت من داخل المرمى وعادت مرة أخرى، وبالتالي حكم المباراة يعطي الإشارة إلى هدف إسباني. واضحة الكرة دخلت سلطان البيشي، وبالتالي ضربة جزاء موجودة لمصرعة المنتخب الإسباني وفرصة لأن يسجل المنتخب الإسباني الهدف الرابع. هدف الرابع عند ديفيد فيا، لاعب اللي يبحث عن الهدف رقم 52، هدف رقم 52 الشخصي للهداف التاريخي للماتادور ديفيد فيا من ضربة الجزاء أمام وليد عبد الله. فيا يسجل الثالث، الرابع عفوا، فيا يسجل الرابع للمنتخب الإسباني، أربعة أهداف لبطلة أوروبا والعالم على المنتخب السعودي صاحب التصنيف رقم 105. هدف رابع لديفيد فيا من جانب إسبانيا، الهدف الرقم 152 للهداف التاريخي للماتادور ديفيد فيا، يتقدم لضربة الجزاء ويسجل على يسار وليد عبد الله، وبالتالي المنتخب الإسباني الآن يتفوق في الأربعة. في إسبانيا إيكر كازياس الحارس اللي عنده فرصة لأن يسجل رقم كبير جدا لأن لا زال في 31 سنة من عمره. طويلة إلى الأمام، الكرة في وسط الملعب، محاولة لمصرعة المنتخب الإسباني الآن وفرصة للخامس، والخامس الخامس لإسبانيا، خمسة لإسبانيا. بيدرو يسجل الخامس بنفس طريقة الهدف الأول، بيدرو يسجل الهدف الخامس للمنتخب الإسباني، خمسة مقابل لا شيء. فرانك ريكارد يعي جيدا أنه يلعب أمام أبطال العالم، وبالتالي هو ذكر أنه يريد أن يخرج اللاعبين بفائدة من مثل هذه المواجهة. لاحظ التمريرة والسرعة الكبيرة جدا، لاعب سريع جدا بيدرو، لعب الكرة من فوق حارس المرمى وليد عبد الله، وبالتالي خمسة إسبانية في مرمى السعودي.